مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الخبري ما وراء الحدث. عدد هذا المساء نخصصه للمزيد من الحديث حول التوتر الحاصل في منطقة القرقرات وهذا التوجه نحو تصعيد التوتر. نتوجه مباشرة إلى الضيوف المشاركين معنا. ينضم إلينا الأستاذ محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة. أهلا وسهلا بكم دكتور معنا. مرحبا وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بكم، يسعدنا كثيرا أن يكون معنا الأستاذ كذلك عبد الواحد أولاد مولود، وهو باحث في العلاقات الدولية ومتخصص في الشأن الأمني لمنطقة شمال إفريقيا. أهلا وسهلا بكم أستاذ معنا. أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة وتحية إلى كل طاقم ميديا تي في. أهلا وسهلا بكم. نبدأ أولا بالسؤال الكبير، ماذا يحدث الآن في منطقة القرقرات في هذا التقرير لإيمان الهلالي؟ يتواصل مسلسل الأعمال الاستفزازية لما يعرف بجبهة البوليزاريو بالمنطقة العازلة للقرقرات. حسب مصادر جد مطلعة، أمرت ما يعرف بإدارة جبهة الحركة الانفصالية ما أسمتها قافلة بالتوجه إلى المنطقة العازلة للقرقرات من أجل شن اعتصام. القافلة المزعومة غادرت مخيم الربوني يوم الأحد عند 1 ظهرا بالتوقيت المحلي، على رأسها إطاران في الجبهة هما حما محمد سالم القوري المدعو حما البونيا من قبيلة زرقيين وهو والي ما يعرف بمخيم الربوني، ومريم سالك حمادة من قبيلة رقيبات ولاد سيد حماد وهي والية ما يعرف بمخيم أوسرد. أسماء تم اختيارها من قبل الحركة الانفصالية من ضمن أعضاء ما يسمى بالبرلمان الصحراوي وما يعرف بالنساء المسؤولات في البلديات والأحياء والقطاعات السياسية، وكذا ما يعرف بالمتقاعدين والوحدات المسلحة للانفصاليين. وتضم القافلة المزعومة حوالي 40 سيارة تحمل المشاركين والخيام والمواد الغذائية وخاصة وسائل الدعاية التي تستعمل في الاعتصام الوهمي المزعوم. وعند وصول ما يعرف بالقافلة لمنطقة بير الحلوف المنطقة العازلة مقر ما يطلق عليه الانفصاليون المنطقة العسكرية، ستعمل القافلة على إيهام العالم أنها تحتفل بالذكرى 45 ليوم الوحدة الوطنية المزعومة قبل أن تواصل المسير إلى المنطقة العازلة للقرقرات. مناورات تهدف إلى إشاعة الفوضى وخلق التوتر عشية انطلاق المباحثات داخل مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول تمديد مهمة بعثة المينورسو، حيث اعتادت المجموعات الانفصالية في كل مناسبة أممية القيام باستفزازات وأعمال معاكسة بهدف تقويض الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لضمان حل واقعي وعادل لقضية الصحراء المغربية. أبدأ معكم دكتور محمد زهراوي، نريد أن نعرف بالضبط ماذا يحدث الآن في منطقة القرقرات وخاصة ونحن عشية جلسة لمجلس الأمن حول تمديد مهمة المينورسو، سنتحدث عنها لاحقا. في الحقيقة بداية يعني لفهم ما يجري وما يقع في القرقرات لابد من استحضار مجموعة من المعطيات والسياق كذلك، لكن قبل ذلك أود أن أشير إلى ربما ثلاث ملاحظات من خلال يمكن أن نفهم هذه التحركات وهذه الاستفزازات. أولا، الملاحظة الأولى ربما ترتبط بالمسار التاريخي والجغرافي. المسار التاريخي بأنه كان الأول استفزاز وقع سنة 2015 بالتحديد في غشت 2016 عندما قامت وحدات الجيش المغربي بالتدخل لمنع بعض الأفراد، يعني كانت هناك حملة ضد التهريب. إذن الشرارة الأولى التي انطلقت كانت مرتبطة بتدخل القوات المغربية لمنع وللتصدي لظاهرة التهريب، تهريب مخدرات يعني البشر. إذن هذا الشرارة الأولى انطلقت عندما ربما المغرب حاول أو ربما يعني قطع الطريق على مجموعة من
الممارسات التي ربما كانت ترتبط، هناك تقارير دولية تحدث عن أن هناك ارتباط بين قيادات البوليزاريو وبعض الممارسات المتعلقة بالتهريب. إذن هذا جانب. الجانب الثاني متعلق بالجغرافيا، لابد كتوضيح للسادة المشاهدين هو أنه منطقة القرقرات هي منطقة سنعود إذا تفضلت دكتور لنتحدث عن منطقة القرقرات ونشرح بالضبط ماذا تعني للحركة التجارية في المنطقة وأهميتها الكبيرة جدا لموريتانيا ودول غرب أفريقيا، ولكن نريد أن نتحدث الآن ما الذي يحدث في هذه المنطقة. الحديث جاري عن قافلة، مجموعة من السيارات تعتزم الاحتزام هناك، وهناك من يقول إنها تريد أن تغلق هذا المعبر. ما حقيقة الأمر؟ هل من أخبار واردة من هناك؟ هو هذا مسلسل تهديد والتهديد بالإغلاق هو أصبح روتينيا. أعتقد أن هذه الأشياء مجرد فرقعات إعلامية. نعود دائما إلى السياق. الآن هناك اليوم جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير الأمين العام، يعني وارتباطا بهذا التقرير الذي جاء نتيجة القرار الأخير، قرار 24-94. لكن محاولة الزج بالمدنيين بين ما يصطلح عليه بالمدنيين بوليزاريا أو الجزائر عندما تحاول يعني أن تستفز المغرب، فذلك لأنه ربما يمكن أن نفهم هذا من خلال معطيين اثنين، أن هناك حالة من الجمود، حالة من اليأس وصلت إليها المخيمات، يعني حالة غير مسبوقة. البوليزاريو تستبق الأحداث. وهنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جداً، لماذا منذ سنة 2016 أصبحت بوليزاريو تركز على القرقرات أو تسميها هي في دعايتها الإعلامية ثغرات القرقرات؟ بسبب بسيط. بوليزاريو في السابق، إذا عدنا في السابق، كانت تحرك، كانت عندما تريد أن تضغط على المغرب، أن تضغط على المنتدى الدولي، كانت تحرك مجموعة ما يسمى بين قوسين انفصالي الداخل. الآن لم يعد للبوليزاريو أي ورقة، الورقة الأخيرة هي القرقرات، تلعب بالنار ومن ورائها الجزائر، تحاول أن تدفع بالمدنيين بين قوسين. نحن لا نعرف إن كان هؤلاء حقيقة مدنيين، وهي الآن اليوم يعني قرأت حسب بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجبهة بوليزاريو وكذلك المواقع الإلكترونية التابعة لها أنها تستعد لدفع الزج بالنساء. نلاحظ مؤخرا كان هناك يعني ظاهرة الزج بالنساء بالصحراويات الواجهة، لكن أعود إلى مسألة القرقرات، البوليزاريو لم تعود لديها أي ورقة سوى محاولة صب الزيت على النار، وهي هي تدري جيدا انه اي تحرك قد يكون من جانبها قد يؤدي بها الى الدخول في متاهه هي غير قادره عليها، وكذلك الجزائر. اعود الى نقطه هذا المعبر، يعني اريد ان اوضح نقطه مهمه للساده المشاهدين. يجب ان لا نتعامل من الناحيه المنهجيه مع دائما اكيد وطبيعي، ويعني مساله لا تناقش بانه بوليزاريو تركز على منطقة قرقرات لاستفزاز المغربي بالضغط محليا وإقليميا ودوليا. هذه مسألة لا جدال فيها والكل متفق عليها، ولكن دعونا نرى النقطة الأخرى، الجانب الآخر. ما هو الجانب الآخر؟ مؤخر يعني منذ افتتاح معبر الجزائر تيندوف شوم، يسمى معبر تيندوف شوم، المعبر الجزائري الموريتاني، هذا المعبر بعد مرور سنتين، أقول بعد مرور سنتين، لم يلقى النجاح الذي كان ربما منتظرا من طرف الجزائر. الآن التركيز على معبر القرقرات، الجزائر تدفع بالبوليزاريو لاستفزاز المغرب لتحقيق مجموعة من الأهداف. أول شيء كما قلت هو محاولة ضغط محليا وإقليميا دوليا لدفع المغرب إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإلى محاولة امتصاص الاحتقان الموجود داخل المخيمات. لكن النقطة المهمة التي يجب أن ننتبه إليها كذلك هو أن الجزائر لها استراتيجية لمحاولة خنق المغرب إفريقيا، ولأن معبر قرقرات يعتبر شريان المغرب، شريان تجاري واقتصادي، هو المتنفس الوحيد للمغرب الذي يسمح للمغرب للاتصال بأشقائه بغرب إفريقيا، بدول غرب إفريقيا. إذن هناك محاولة، هناك حرب، هاد حرب تجارية واقتصادية تشنها الجزائر على المغرب. هذه الحرب الاقتصادية والتجارية غايتها تأثير سلبا على هذا المعبر، ليكون هناك ربما تدفع موريتانيا للانفتاح أكثر على المعبر تيندوف شوم
ومحاولة تهميش هذا المعبر، المعبر قرقرات، وخرق المغرب اقتصاديا وتجاريا. إذا هناك استراتيجية جزائرية. طيب واضح تماما دكتور، واضح تماما. أنتقل مباشرة إلى الأستاذ عبد الواحد ولود مولود، يهمنا أن نعرف كيف ترون وتحللون تطورات الأمور. نعرف أن التوتر في المنطقة بدأ تقريبا 2016، رأينا كيف أن المغرب استجاب بسرعة لدعوة غوتيريش، كان الانسحاب سريعا بين بقية قوات البوليزاريو حتى شهر أبريل إن كنت تذكر. الآن هذه القافلة، هل لديكم معلومات أوسع؟ ما هي، ما حجم قوتها؟ كم عدد السيارات مثلا؟ وماذا تريد أن تفعل فعلا في القرقرات؟ هو بالحقيقة كما يعني أشرتم إلى كرونولوجية الخمس سنوات أو الأربع سنوات منذ 2016 إلى 2020، يعني أن هناك جبهة البوليساريو أنا في اعتقادي تستغل الأحداث الإقليمية أو السياقات الإقليمية لخلق يعني نوع من القلاقل الأمنية بمنطقة أو بمعبر القرقرات. جبهة البوليساريو كما يعني أشار الزميل ياسين محمد الزراوي ليست المرة الأولى التي توظف، يعني ليست المرة الأولى التي توظف مثل هذه القافلات أو المدنيين للقيام باعتصام، من يعني القيام بالانتقال من التندوف البير الحلو إلى معبر القرقرات، ولكن هي استمرارية استفزاز البوليساريو للأمم المتحدة يعني في المرتبة الأولى ومجلس الأمن الدولي، ثم استفزاز يعني المغرب، والاستفزاز أيضا موريتانيا لكي ترضخ للضغوط الجزائرية، كي يعني كما أشار الزميل كي يعني تأخذ أو كي يعني يكون معبر يعني تندوفشون للجزائر يعني كبديل لمرور القوافل الموريتانية إلى الجزائر. طبعا ما أريد أن أركز عليه هو أن هناك أصبحنا نرى انتقالا على المستوى الجيوستراتيجي، فبعدما كان أن هناك عسكريين من القوات العسكرية الجزائرية أو يعني الميليشيات إن صح الذكر للقوات البوليساريو، أصبحنا نرى انتقال في توظيف يعني المدنيين عوض العسكريين، وهنا في اعتقادي أن هذه خطة مدروسة تماما يعني في التحول في هذه السياق، يعني خطة مدروسة ما بين قيادة البوليساريو والجزائر لكي يزجوا بالمدنيين للاعتصام. طبعا ان هناك يعني ولو ان البوليساريو يقولون ان هناك نوع من المجتمع المدني وهناك غيورين على الكيان البوليساريو الذين يريدون القيام باعتصامات وغلق معبر القرقرات، ولكن اذا ما لاحظنا يعني ما يسمى بدستور البوليساريو، فالمادة 30 يعني لا يعني تسمح، يعني هذا الدستور يتماهى مع دستور كوريا الشمالية أنه لا يسمح بتأسيس جمعيات أو المجتمع المدني داخل مخيمات تندوف. إذا هنا تناقض، أنك أنت يعني جبهة البوليساريو تقوم بدعم سيارات إلى آخره لمعبر القرقرات وترفع يعني بيان لدعم هذه القوافل، بينما أن دستور ما يعرف بهذا الكيان الوهمي أنه لا يسمح بتأسيس جمعيات وأحزاب سياسية. إذن أن هي خطة عسكرية بغطاء مدني لخلق مزيد من القلاقل الأمنية بمعبر القرقرات. طيب شكرا جزيلا لك. نتوقف عند هذه الشاشة التفاعلية مع زميلة أميمة أسبيبل لنتعرف أكثر على ما يحدث الآن في هذه المنطقة. تتواصل استثمارات المغرب في صحرائه وتتعزز، كما يشهد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خصوصا منذ إطلاق الملك محمد السادس للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في نوفمبر 2015. هذا البرنامج خصصت له ميزانية إجمالية تبلغ 77 مليار درهم، وزع على حوالي 695 مشروعا. وتوزعت الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج على جهة العيون السقي الحمراء
ب 268 مشروعا بميزانيه تقدر ب 44.7 مليار درهم، وجهه الدخل واد الذهب ب 136 مشروعا بغلاف مالي يناهز 22.8 مليار درهم، وجهه قلبيم ودنون ب 282 مشروعا باستثمار يقدر ب 11 مليار درهم، وتسع مشاريع مشتركه بين الجهات ب 1.3 مليار درهم. ويوجد ضمن هذه المشاريع المبرمجة الميناء الأطلسي للدخل الذي خصصت له 10 مليارات درهم، إضافة إلى المشروع المندمج للطاقة الريحية بتسكراد وببوجدور، وبناء المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بقدرة استيعابية تبلغ 500 سرير، كما يشمل البرنامج على مشاريع في مجال السياحة وتأهيل الفلاحي وتربية الأحياء البيئية، ومشروع تكنولوجي للمكتب الشريف للفوسفات بفم الواد. من جهة أخرى، قام إعداد وتفعيل نموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية على مبادئ احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وتنمية البشرية الإدماجية وإشراك المنتخبين وساكن المحلية، أيضا في إعداد وتفعيل البرامج التنموية في المنطقة ولا مركزية القرار على المستوى الجهوي، وهو ما يجسد رغبة المملكة في الدفع بإشراك سكان الجنوب في بناء مستقبلهم. وتتطرق تقارير الأمم المتحدة منذ سنة 2016 لجهود التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية التي ينجزها المغرب في صحرائه، وقد تمت معاينة العديد من هذه المشاريع من طرف المبعوث الشخصي السابق للأمين العام هورست كولر خلال زيارته للمنطقة سنة 2018. طيب، هذه التنمية الاقتصادية يواكبها تعزيز وتكريس قانوني للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية من خلال إعداد قانونين لتحيين حدود المياه الإقليمية للمملكة والتي تضم سواحل الصحراء المغربية. هذا التطور الأساسي الهام أبرزه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي جاء فيه أنه يوم 22 من يناير اعتمد مجلس النواب بالمغرب قانونين ينصان على تحيين حدود مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة والتي ضمت المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء. كما يشير تقرير المقدم لمجلس الأمن عملا بالقرار رقم 2494 أيضا إلى التدشينات التاريخية للقنصليات العامة من طرف 10 دول إفريقية في مدينتي العيون والداخلة. وفي هذا الصدد سجل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه ما بين دجنبر 2019 ومارس 2020 دشنت بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر والكوت ديفوار وجيبوتي والغابون وغامبيا وغينيا وليبيريا وساو تومي وبرينسيبي قنصليات عامة بالعيون أو الداخلة. وهكذا شكل افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية بالصحراء المغربية تجسيدا للرؤية الملكية بجعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي، كما يعتبر تأكيدا على اعتراف المجتمع الدولي وعلى الخصوص الدول الإفريقية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. دكتور محمد زهراوي، استمعت إلى الشاشة التفاعلية في الوقت الذي يعطي المغرب أفضل ما لديه لتنمية الأقاليم الجنوبية، هناك سعي حثيث لجعل منطقة القرقرات التي تعتبر منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق 91 جعلها منطقة توتر، رغم أنها منطقة هامة للتجارة الإقليمية والمحلية كذلك. ليتك تجعلنا وتقربنا أكثر من معبر القرقرات في الواقع المعيش، ماذا يعني للمنطقة المجاورة برمتها؟ في الحقيقة كما قلت سابقا، عندما نتحدث عن معبر القرقرات بالنسبة للمغرب وإقليميا كذلك، ليس مجرد معبر عادي، هو كما قلت فهو يربط بين 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 المغرب وإفريقيا، يربط هو بوابة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. إذن حجم مبادلة تجارية واقتصادية ضخم. لكن كم حجم المبادلة التجارية والاقتصادية هناك؟ يصل في بعض الأحيان لمليارات الدولارات، لأنه هناك يعني موريتانيا بشكل أساسي تعتمد، ومختلف دول غرب إفريقيا تعتمد بشكل كبير على هذا المعبر، لأنها تستورد من المغرب
المواد الفلاحيه ومجموعه من الاحتياجات. اذا هو كذلك مهم لمجموعه من دول غرب افريقيا، لانه الان بوليزاريو لا تضغط على المغرب، هي تضغط اقليميا وقاريا، وهذا المعطى الذي لا يجب ان نغفل عليه، لانه دول غرب افريقيا في حاجه الى هذا المعبر، ليس المغرب فقط، هو لان هناك مجموعه من المواد الاساسيه وخاصه الفلاحيه تذهب من المغرب الى دول غرب افريقيا. اذا كما قلت في السابق فان الجزائر عندما اتحدث عن الجزائر اريد ان اوضح نقطه، لانه اقصد النظام العسكري الجزائري، لانه الشعب الجزائري غير معني، اعتقد في تقديري الشخصي معظم الشعب الجزائري غير معني بهذا النزاع، لانه هناك محاوله اقحام، لانه هناك من يشاهد هذه القناه المحترمه من الشعب الجزائري، الشعب الجزائري على وعي وعلى بينه ان هذا المشكل يفتعله الجيش، ومشكل انهك الجزائر وانهك المغرب وانهك شعوب المنطقه اغلق القوس. اذا الجزائر ما زلنا نتحدث عن اهميه المعبر دكتور لنوضح الصوره اكثر، لماذا تؤثر هذه الاستفزازات على هذه المنطقه الحيويه التي تمثل عبورا مهما حتى للمواد الغذائيه للفواكه والخضر للسمك كذلك لموريتانيا؟ صحيح. عندما نتحدث عن معبر القرقرات في جعله منطقه متوتره ليس فقط ضررا للمغرب ولكن ضرر كبير لمناطق أخرى كذلك. صحيح. أعود كإضافة أريد أن أوضح للسادة المشاهدين نقطة مهمة جغرافية. معبر القرقرات يمتد ما يقارب 5 كيلومترات من المغرب إلى هي منطقة منزوعة السلاح حسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع سنة 1991. إذا هناك تحدي للمنتظم الدولي، تحدي للمغرب، تحدي للدول، يعني ربما المغرب في بعض الأحيان يقدم بعض التنازلات رغم أن موريتانيا تعترف بهذا الكيان في ظروف ربما ظروف وملابسات تاريخية يعرفها الجميع. كانت دولة يعني كانت هناك ضغوطات على موريتانيا في محطات معينة، كانت هناك إذا موريتانيا ربما أنها رغم أنها تعترف رغم ذلك هذا الكيان ومن ورائه الجزائر يحاول أن يضعف أن يقحم موريتانيا في هذا النزاع، هو نزاع إقليمي لكن يحاول أن يضعف موريتانيا من خلال الضغط على المغرب. وكما قلت في السابق هذه الضغوطات الجزائرية غايتها الاستبدال أو تهميش هذا المعبر واستبداله أن يصبح معبر تيندوف شوم بديلا، أقولها وأسطر عليها، هناك استراتيجية جزائرية غايتها خلق التوتر للضغط على المغرب وكذلك لخلق بؤرة غير آمنة في المنطقة لإقفاله ولتهميش هذا المعبر مقابل أن تصبح الجزائر تريد كذلك عبر هذا المعبر الجديد الذي افتتح سنة 2018 لكنه ظل معبرا يعني أقول فارغا. حاولت أن أطلع على المبادلات وحركية هذا المعبر، معبر يعني بدلنا جوجل ماب فارغ، معبر يعني ربما لم يلقى النجاح الذي كان منتظرا، وبالتالي هناك رغبة لإحلال أو محاولة الجزائر أنها تجعل من هذا المعبر تيندوف شوم بديلا لمعبر القرقرات. لكن أود أن أعود إلى نقطة مهمة تتعلق بالقرقرات، هو أنه الآن هي رغم أنها جغرافيا تأتي بعد الجدار أو خلف الجدار الأمني الذي شيده المغرب، الآن أعتقد في تقديري الشخصي أن المغرب لديه جميع الحجج القانونية والأمنية التي أصبحت تدفع المغرب ربما إلى تمديد أو ربما إعادة النظر في التدبير الأمني لهذه المنطقة، لأن هناك المغرب لديه حجج اليوم. طيب واضح تماما الفكرة. أريد أن أنتقل إلى الأستاذ عبد الواحد ولاد مولود. أستاذ، ما زلنا نتحدث عن أهمية معبر القرقرات وكيف تؤثر هذه التوترات المتزايدة على الحركة التجارية في المنطقة. طبعا أن معبر القرقرات هو معبر جيو استراتيجي رابط بين يعني المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، فكما قلت أن
كما قلت أن هذا المعبر بخلق يعني قلاقل أمنية بالمنطقة لا يؤثر على المغرب فحسب، وإنما يؤثر على التجارة الدولية، لأننا ما نلاحظ أن المبادلات التجارية في السنوات الأخيرة بين أوروبا إلى نحو المغرب ثم إفريقيا جنوب الصحراء يعني في تزايد مستمر. فخلق مثل أو تعطيل يعني هذا المعبر سيؤدي لا محالة إلى ركود تجاري حتى يعني على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، إذا ما لاحظنا يعني العدد من الشاحنات التي تنتقل أو الشاحنات يوميا التي تنتقل من المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء نحو يعني موريتانيا مالي السنغال كوت ديفوار إلى آخره، يعني نحو مناطق دول جنوب الصحراء. فبتأتي أو بخلق نوع من الاستفزازات الأمنية بهذا المعبر سيأخذ يعني تكاليف اقتصادية اجتماعية أو سينتج عنه تكاليف اقتصادية اجتماعية حتى على إفريقيا جنوب الصحراء، لأن المبادلات اليوم أصبحنا نلاحظ أن هناك حاجيات إفريقيا جنوب الصحراء من المغرب وأوروبا يعني تعبر يعني تمر بالأساس من معبر القرقرات. وكما يعني سبق الذكر أن معبر الجزائر موريتانيا، إذا ما يعني سأقوم بمقارنة بسيطة يعني في يعني فيما يخص مثلا المشروع الذي المشروع الغازي الذي قام ب يعني الاتفاق يعني لسن مشروع الغاز بين نيجيريا والجزائر لم يكتب له أن يلد، يعني مات قبل أن يلد، وبالتالي كان البديل لدول إفريقيا جنوب الصحراء خاصة يعني نيجيريا ودول غرب إفريقيا يعني إعادة النظر في المجال الجيوستراتيجي للمنطقة. وبالتالي يعني لاحظنا أن هناك اتفاق مشروع أنبوب غاز بين نيجيريا والرباط، يعني هذا من جهة. من جهة أخرى أن الممرات الجزائرية نحو إفريقيا جنوب الصحراء تشهد نوعا من القلاقل الأمنية كذلك بسبب تغلغل الجماعات الإرهابية من صعود فلول تنظيم القاعدة فرع المغرب الإسلامي وحلفائها، وكذلك صعود تنظيم الدولة ما يعرف بالدولة الإسلامية وفروعها وبطونها في منطقة جنوب الصحراء. إذا يعني معبر أصلا يعني ولو أن الجزائر تريد يعني خلق معبر للتأثير على معبر القرقرات لم تنجح نظرا للصعوبة الأمنية التي تعرفها هذه المناطق. يبقى معبر القرقرات هو السبيل الوحيد، لأنه لهذا المعبر أبعاد جيوستراتيجية تجارية قد تؤثر على التجارة الدولية عند يعني أي غلق أو أي تعطيل لهذا المعبر. طيب ما أنتقل مباشرة إلى الدكتور زهراوي، هناك من يقول إن هذا التوتر الحاصل هدفه الأسمى هو تغيير مهمة المينورسو في المنطقة. تتذكر معي الجدل الكبير الذي أثير عندما تغيرت مهمة المينورسو من سنة إلى 6 أشهر ثم مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة. هناك من يدعي الآن أن كل هذا التوتر، كل هذا التحرك، كل هذه المزايدات له بعد سياسي آخر يتعلق بمهمة المينورسو في المنطقة. هل تشاطر هذا الرأي دكتور؟ بطبيعة الحال أنا يعني أتفق. أنا دائما في إطار تتبعي لملف الصحراء المغربية دائما ألاحظ بأنه الجزائر عبر البوليزاريو لا تتحرك بطريقة عشوائية أو بطريقة أو بالصدفة، بمعنى أن هناك تحركات جلها أقول يعني خلال مجموعة من المحطات والتجارب جميع التحركات تكون مدروسة. إذن هي هذه التحركات لها خلفية جيوسياسية، هناك خلفية جيوستراتيجية، لكن ما يجب أن ننتبه إليه هو أنه كذلك بالإضافة للتغيير، سأعود إلى النقطة ديال محاولة تغيير مهام المينورسو لأنها
هذه مسألة بين 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 الأحلام بين قوسين، أحلام الجزائر هو أنه طيب لنتحدث عن القانون الدولي، القانون الدولي واضح تماما في هذه المنطقة، في هذه الموضوع بالذات، هل هناك إمكانية فعلا لتغيير مهام المينورسو أم أن القانون أبداً الدولي واضح؟ أبدا، القانون الدولي واضح، هناك ما يزيد عن 22 بعثة تراقب او خاصه تتعلق بحفظ السلام، بعثه امميه، يعني تقريبا كانت هناك سابقتين في تيمور، واعتقد انه ليس يعني كانت هناك استثناء في تيمور الشرقيه، ليس هناك يعني البعثات الموجوده ما يزيد تقريبا على 22 بعثه حاليا، ما يقارب 22 بعثه، ليس فيها ما يدعو من ناحيه القانون الدولي وميثاق الامم المتحده الى 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 توسيع او تغيير صلاحيات هذه البعثات، هي تراقب وقف اطلاق النار. لكن ساعود لهذه النقطه من ناحيه القانون الدولي، لكن النقطه الاساسيه التي اود ان اشير اليها من الجانب الجيوسياسي بان التحركات الاخيره للمغرب كذلك يجب استحضارها، يجب استحضار التحركات الاقليميه للمغرب، خاصه بوزنيقة واحد وبوزنيقة جوج، يعني جمع الفرقاء الليبيين في المغرب من أجل إيجاد صيغ وطرق في على مستوى توزيع المناصب السيادية. لا ننسى كذلك تحركات المغرب في ما تعتبره الجزائر منطقتها الاستراتيجية أو المحفوظة مالي، نلاحظ أنه في الوقت الذي كانت هناك تحركات مغربية، تحركات قد أقول بأنها نوعية لمحاولة جمع فرقاء في مالي، ماذا فعل الجيش الجزائري؟ تقارير استخباراتية ودولية تحدثت عن توغل الجيش الجزائري، توغله في مناطق مالية. إذن هناك تحركات كذلك على المستوى الإفريقي، هناك تحركات على المستوى الدولي. إذن هذه التحركات ربما افتعال او محاوله اشعال فتيل التوتر في منطقه غرغاس، غايته انهاك المغرب، صرف نظر المغرب، جر المغرب الى اضعاف المغرب، جره كي المغرب يحاول منذ مده، يحاول رغم انه يعيش ما يقارب 25 سنه، ربما الدوله الوحيده في العالم اقولها يعني بمنطق صريح، واحس في بعض الاحيان يعني بعيدا عن احس بنوع من 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 الالم وبنوع من المراره، الدوله الوحيده في العالم التي تعيش اطول حرب استنزاف هو المغرب، أطول حرب استنزاف في العالم هو الذي يعيشه المغرب، حالة لا حرب ولا سن، لدينا جارة ليس لديها ربما جيش، لديه عقيدة عدائية غريبة يصعب فهمها. لكن أعود إلى القانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة والمختلف القرارات الأممية، وكانت هناك محاولة في 2013 على ما أعتقد التي أدت إلى وقوع توتر بين المغرب وأمريكا في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما. إذن المغرب واعي بأن هذه التحركات غايتها تغيير صلاحية المينورسو. لكن ما هو، نعود إلى ماذا يقع في الأرض، على الأرض الآن، ماذا يقع على الأرض؟ هناك تقرير، هذا ليس كلامي، تقرير الأمين العام يتحدث عن أن هناك استثمار في البنية التحتية. إذا المغرب على مستوى ممارسة السيادة لا يمارس السيادة بمنطق تقليدي، ليس هناك يعني منطق تقليدي الذي تحاول الجزائر أن تصوره منطقة وجود جيش وشرطة. المغرب يمارس السيادة عن طريق محاولة أو عن طريق استثمار أموال ضخمة واستثمار في بنية تحتية، وكذلك في خلق منشآت مهمة وتجهيزات أساسية، هناك مستشفيات، هناك طرق، هناك إذن هناك إدارة قائمة. المغرب يمارس السيادة بمنطق عصري حديث، لكن على الجانب الآخر، على الجانب الآخر القانون الدولي ماذا يقول؟ أن المنطقة يعني ليس فيها توتر، الساقية الحمراء والذهب فيها منتخبين صحراويين ويمارسون في البرلمان المغربي وفي المجالس المنتخبة. إذن الدافع على التجربة، أنا أعرف، استسمح على المقاطعة، أعرف أنه ما هي الغاية من خلق التوتر وتغيير صلاحية المينورسو، لأن النموذج الذي تعتمده الجزائر في مسألة معاكسة ومشاكسة المغرب ومحاولة النيل من وحدة ترابية هو النموذج التيمور الشرقية. أقولها بكل صراحة، هم يعني يقرؤون هذا النموذج كأنه خارج الطريق، كأنه خرق بؤرة التوتر، تدخل دولي وأممي والذهاب إلى توسيع صلاحية مينورسو. وإذا هذا أقول أن هذا كانت هناك محاولات كثيرة،
واعتقد ان هذه المحاولات كانت ربما كانت تثير انتباه في عندما كانت بوليزاريو لها القدره في تحريك انفصاليه الان لم يعد شاهدنا. طيب واضح تماما لكي نتقدم في نقاط البرنامج أرجوك أستاذ. أنتقل مباشرة للأستاذ على الواحد والدمولود، ما مسؤولية الأمم المتحدة اليوم في حفظ الأمن في هذه المنطقة؟ رأينا تحركات 2017، راقبنا حينها كيف تصرف واستجاب المغرب في حينها في شهر فبراير على ما أذكر إلى مناشدات الأمين الأممي للأمم المتحدة، تحرك لاحظنا كذلك كيف بقي وتشبث البوليزاريو في موقفه حتى شهر أبريل قبل صدور التقرير. المسؤولية الأمم المتحدة في منطقة فيها وقف إطلاق نار وفيها منطقة متعارف عليها أنها منزوعة سلاح، ماذا عليها أن تفعل اليوم أستاذ؟ لا، هي في الحقيقة أنا أعود لنقطة مهمة جدا، أن كانت هناك مناورات قبل لتغيير وظيفة الأمم المتحدة، فوظيفة الأمم المتحدة تتمحور حول مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين، بين تعتقد المينورسو نعم تقصد المينورسو المينورسو أن الوظيفة الوظيفة الوحيدة لهذه البعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو هي وقف إطلاق النار. كانت هناك مناورات يعني بين الفينة والأخرى لتغيير وظيفة المينورسو أو توسيع بالأحرى يعني توسيع وظيفة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، ولكن أنا في اعتقادي لقراءة يعني تقارير مجلس الأمن الدولي خاصة تقرير 2018 الأخير يعني قطع بشكل كبير مع هذه الأطروحة، لأنه تمن المجهودات للمجلس يعني المجالس الجهوية للعيون والداخلة يعني تمنا يعني مراقبة ما لحقوق الإنسان. إذا ما دام أن تقرير يعني المجلس الأمن الدولي يقوم بتثمين عمل المجلس المجالس الجهوية لحقوق الإنسان، إذا هناك قطع مع أطروحة حقوق الإنسان. تبقى مسؤولية يعني بعثة المينورسو في الصحراء هي المراقبة التحركات يعني لا سواء المغرب ولا سواء البوليزاريو. وإذا ما لاحظنا التقرير الأخير الصادر في 3 أكتوبر لهذا الشهر أن بعثة المينورسو أو التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعني شدد بشكل أو بآخر على أن جبهة البوليزاريو تقريبا في هذه السنة قامت ب 53 انتهاكا يعني في يعني 40 انتهاكا في حرية التنقل دون احتساب يعني الانتهاك الأخير. هذا التقرير مكتوب نعم. أسود على أبيض، لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة ولديها المزيد من الصلاحيات في هذا الأمر؟ لا طبعا الأمم المتحدة يعني تقوم يعني بإعداد يعني التقارير. هذه التقارير وعرضها إلى مجلس الأمن الدولي، مجلس نعم. الأمن الدولي التابع لجمعية الأمم المتحدة هو المسؤول الكبير يعني في تحديد استراتيجية الأمم المتحدة في المنطقة. هل لديها يعني استراتيجية أستاذ؟ نعم، هل لديها استراتيجية في هذا الموضوع؟ لا، هو بصراحة يعني الأمم المتحدة أو إذا ما يعني عدنا إلى قراءة استشرافية للتقرير الأخير فإن الأمين العام للأمم المتحدة بشكل أو بآخر يقطع مع استراتيجية مع هذه الاستراتيجية نظرا لأن الطرفين لا المغرب ولا خاصة يعني جبهة البوليساريو، وأقول أن هناك خاصة جبهة البوليساريو لأن إذا ما نظرنا إلى يعني المسألة الحكم الذاتي بالمغرب يعني تم الإشادة بمسألة الحكم الذاتي حتى في قرارات صادرة على مجلس الأمن الدولي، إذا تبقى يعني عرقلة البوليساريو يعني استمرارية الحوار أو للدفع بالحوار إلى الأمام. دائما البوليساريو يعني تقوم بوضع العصا في العجلة للسير قدما بالحوار ولوجود يعني حل سياسي واقعي يعني يرضي الأطراف، أقول هنا الأطراف لأن ليس الطرفين طبعا على غير الجزائر وجبهة البوليساريو والمغرب. إذن يعني ما فتئ الأمين العام يقر أن بوجود يعني أو أن هناك قلق
على هذا المستوى. تبقى هذه الاستراتيجية في اعتقادي أن الأمم المتحدة أو بعثة المينورسو وظيفتها هي رصد التحركات الطرفين على مستوى انتهاكات يعني وقف إطلاق النار لسنة 1991، نقطة يعني تجاوزتها. حتى مثلا هذه يعني أشرت إلى 53 مثلا انتهاكا خلال من تقريبا من 1 أكتوبر ل 30 غشت من هذه يعني السنة يعني، ولكن هناك أزيد من 1000 انتهاك بشكل فردي. دونك يعني جبهة البوليساريو لا تقتصر على يعني خلق يعني استفزاز خاصة للأمم المتحدة أو لبعثة المينورسو بشكل جماعي، ولكن حتى على المستوى فردي، يعني أن هناك ما يعادل 1000 انتهاك فردي في الشهر حسب التقرير الأخير الذي يقدم المجلس الأمن الدولي. إذن تبقى استراتيجية الأمم المتحدة مرتبطة ب يعني كل الأطراف، سواء المغرب سواء الجزائر سواء موريتانيا، لخلق المزيد من 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 التقدم لتجاوز النزاع في المنطقة. طيب دكتور زهراو، في تقرير 3 أكتوبر هناك إشادة بالتنمية وبالاستثمار الذي يقوم به المغرب في الأقاليم الجنوبية، بالمقابل ماذا تفعل الأمم المتحدة لمساعدة هذا النزاع على الحل، خاصة وأن حتى مبعوث لأممي للصحراء غير موجود اليوم؟ نحن آخر مبعوث كان قد استقال في 2019. وفي الحقيقة قبل أن أعود إلى استقالة كولر في مايو 2019، أريد أن أوضح نقطة في إطار التفاعل مع السؤال. التقرير الأخير ما هو جديد؟ دائما نتساءل، وبعيدا على الجانب الدعائي، ما نديروش الدعاية، لكن هناك نقاط بعيدة عن الدعاية، هناك نقاط إيجابية. التقرير الذي دائما وبشكل روتيني يرصد جميع التطورات في المنطقة في ظرف سنة، هذا التقرير الأخير فيه ثلاث نقاط أعتبرها أساسية. النقطة الأولى إشارة إلى فتح قنصليات إفريقية، عندما يشير التقرير في إطار رصد هذه المسألة، يعني كما كنقولوا أنه باش أن المنتظم الدولي أن هناك يعني لكي يعرف أنه على المستوى المجلس الأمن أن هناك دول إفريقية تؤمن وتعترف بالوحدة الترابية، ليس اعتراف ولكن هناك دعم قوي من خلال فتح قنصليات في العيون والدخل في الساقية والدهب. النقطة الثانية الإيجابية التي جاءت في التقرير هو الإشارة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، خاصة الإشارة إلى الميناء المتوسطي الذي قد يكون منصة يحاول المغرب أن يجعل من هذا الميناء منصة تربط جسور يعني بين أوروبا وإفريقيا. النقطة الإيجابية الثالثة تتعلق بالترسيم، نقطة أساسية، إشارة إلى ترسيم الحدود الإقليمية للمياه. إذن هذه الإشارة كذلك أن المغرب في ماذا تعني هذه الإشارة؟ أن المغرب لا يمارس السيادة كذلك، يمارس السيادة على المياه الإقليمية، وفي تفاعله قد لا أقول احتكاكا لأن هناك ربما رفض إسباني، لكن يمارس هذه السيادة كذلك في هذه السيادة التي قد لا تعجب حتى جيرانه على مستوى الضفة الأخرى. النقطة المتعلقة بماذا يمكن أن تفعل الأمم المتحدة، بطبيعة الحال هذا سؤال يتبادر دائما إلى الذهن، يطرح دائما، يظل مطروحا ومعلقا، لأنه كما تعلمين الإطار الأمم المتحدة خاضعة لتوازنات. من يقرر داخل الأمم المتحدة هو مجلس الأمن هو الذي لديه الصلاحية، ومجلس الأمن يعني يخضع بين قوسين الخمسة الكبار، هؤلاء يعني بحسب المصالح، بمعنى أنه المغرب رغم أنه صاحب حق، لكن سياقات تدوير الملف ربما جعلت هذا الملف يخضع، أقولها بين قوسين، لمزاج القوى الكبرى. لاحظ الآن الصين وروسيا من جهة وأمريكا من جهة. أعود إلى مسألة المبعوث في الحقيقة، مسألة المبعوثين الأمميين، إذا ما حاولنا أن نقوم بجرد ما يقارب منذ وقف إطلاق النار يعني إلى اليوم،
ما يقارب سبعة مبعوثين كلهم استقالوا. وبالنظر كذلك إلى بروفايل هؤلاء المبعوثين، لأن هناك وزراء خارجية أمريكيين، هناك آخر مبعوث رئيس ألمانيا، كان رئيسا لألمانيا، ساهم في توحيد الألمانيتين وقدم استقالته فيما يخص. لماذا؟ ومع قدرته الكبيرة على التفاوض حتى في النزاعات الكبرى. أنت تعلمين أختي البراغماتية الألمانية هي مدرسة، المدرسة الألمانية مدرسة في مسائل فيما يخص البراغماتية، فيما يخص التفاوض، هي مدرسة قائمة الذات في العلاقات الدولية. لكن أعود إلى نقطة أنا ما يهمني من خلال سبعة مبعوثين، المبعوث الذي قدم استقالته في سنة 2008 بيتر فان والسون، ماذا قال هذا المبعوث عندما ضغطت الجزائر لكي يقدم استقالته؟ أشار إلى فقرة في تقرير بسيطة، قال أن مطلب انفصال غير واقعي ومستحيل. هذه الفقرة كانت كافية لكي تشن لكي يتعرض لحملة شرسة من طرف الجزائر. إذا هذه الخلاصة، وإذا ما حاولنا أن نستقرأ التقارير التي تأتي فيما بعد كلها تشير إلى حل واقعي، بمعنى أن مطلب الانفصال هو حل ربما ليس واقعيا وإنما هو أضغاث أحلام. لذلك تبقى مبادرة الحكم الذاتي توصف على المستوى الدولي بأنها مبادرة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ كذلك. وبطبيعة الحال من الناحية العملية طيب، أنا أتفق معك، أنا أتفق أن مقترح الحكم طيب الذاتي الذي حكم عفوا تداركنا الوقت نقطة صغيرة، مقترح الحكم الذاتي هو مقترح واقعي وجدي، لكن رغم أن لدي أنا تحفظات عليه، لكنه مقترح يحتاج إلى إعادة تسويق، لأن هذا المقترح هنا يوجد صحراويين، يوجد مغاربة صحراويين ويريدون أن يمارسوا يعني أن يساهموا في تدبير شؤونهم طيب بنفسهم. إذا المطلب الجهوية المتقدمة الآن يجب أن نبدأ بشكل شكرا لك، واضح تماما. أختم مع الأستاذ عبد الواحد ولاد مولود، إلى أين تسير مآلات الأمور في منطقة القرقرات في المقبل من الأيام أستاذ؟ لا إذا ما قمنا يعني بزيادة على النقاط التي قالها الزميل السي محمد الزهراوي، أن التقرير الأخير أصار صراحة إلى توغل العسكري أو قلق الأمين العام للأمم المتحدة إلى من التوغل العسكري لجبهة البوليساريو في المناطق المعزولة. كذلك أن التقرير أشار بشكل صريح إلى التلكؤ الجبهة، يعني أن تلكأت الجبهة أن تتعاون مع المينورسو. إذن مآلات التقرير يعني التقرير آخر أكتوبر أنه لا محال أن هناك يعني امتداد لبعثة الأمم المتحدة المينورسو بالصحراء، ثم يعني دعوة يعني إلى المزيد من يعني التوازنات لخلق لخلق وضع أمني واستتباب الأمن بمنطقة شمال إفريقيا والساحل نظرا لتغلغل الجريمة المنظمة والإرهاب ويعني تكاثر شبكات الهجرة غير النظامية نحو شمال إفريقيا وأوروبا. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. المزيد من الأخبار دائما على موقعنا في الإنترنت media.ntv.com. إلى اللقاء.